يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أغمض عيني في الصلاة وأحس بزيادة الخشوع، فهل لي أن أعمل ذلك؟ لا، لا تغض بصرك إلا إذا كان أمامك ما يشغلك، أما إذا كان ما أمامك ما يشغلك فلا تغمض عينيك، انظر إلى موضع سجودك ولا تطلق بصرك أمامك، فانظر إلى موضع سجودك ولا تحتاج إلى تغميض عينيك.